تصبغات وتبيض الأسنان. عندنا مشاكل في التصبغات، اللون السن هذا يختلف عن هذا أو الأسنان كلها. بالنسبة للتصبغات هي نوعين، تصبغات خارجية تكون مثلا سببها القهوة، سببها الشاي، البيبسي، الأشياء هذه، هذه سهلة أنك تطلعها مثلا في التنظيف وتطلعها في التبييض. في تصبغات داخل السن، تصبغات هذه أسبابها مثلا أنك أخذت كمية فلورايد كثير، مثل اللي يشربون من ماء الآبار والأشياء هذه فيها كمية فلورايد كبير، فيصير فيه تصبغ عميق ما تقدر تشيله. أيضا بعض الحوامل لما مثلا مثلا والمرأة حامل مثلا تأخذ أدوية معينة مثل تتراسايكلين مضاد حيوي، إذا أخذته وقت الحمل يظهر في أسنان الطفل التصبغ هذا كامل في الأسنان، تحصلها صفرة كاملة والصفار جنرال كامل على الأسنان، فهذا يسببها. هذا طبعا الحل اللي هو الفينير أو التلبيسات ابتسامة هوليود، هذه ممكن أن الدكتور أنه يسوي له مثلا ابتسامة هوليود للسبب هذا، لأنه ما راح يقدر يسويه بالتبييض العادي، ما يقدر. التبييض اللي يجيك واحد يقول لك والله أنا أقدر أسوي لك بالتبييض الليزر، لكن إذا كان عميق يعتبر خلقي جاي عن طريق عن طريق الأم مثلا. إذا كان مثلا أخذت مثلا التتراسايكلين وأدوية ثانية ما تحضرني، لكن التتراسايكلين هذا هو يسبب في الطفل الأصفرار نعم. وصعب حله يعني إلا في ابتسامة هوليود أو تلبيسات معينة. طبعا إذا صار عندي تصبغ عميق وجاني المريض وقال أنا والله أبغى أسويه، أو إذا كان مثلا والله تقييمي للحالة أني ممكن أسوي له تبييض وخليه فترة وأشوف هل والله راح مثلا 90%، بقول للمريض يمشي. إذا الحالة تقييمي لها من أول نظرة أنه مستحيل يكون التبييض له يعني بيسوي شيء، بضطر أني أقول له يا أسوي طيب. لك ابتسامة هوليود يا أسوي لك تلبيس. طيب دكتور بالنسبة للتبييض، التبييض كم كل وكل أسوي؟ لأنهم يقولون التبييض كثرة التبييض تضر نعم. الأسنان. أول شيء التبييض هو اللي يسوونها الآن في العيادات ذا اسمه هيدروجين بروكسايد أو كربامايد بروكسايد. الهيدروجين بروكسايد مادة لو تحطها على يدك ذوبت اللحم، لو تحطها على أي شيء ذوبه، ماد نفس الأسيد وأقوى، فهو يحطها على السن. لما يحطها على السن يعمل فتحات في الأسنان، هو طبعا يشتغل على السن الطبيعي، السن اللي غير طبيعي ما يشتغل عليه، حتى لو حطيت عليه ما يشتغل عليه، وما يشتغل على حاجة اسمها الأورجانيك يعني كومبوننت أو كذا. إذا أنت مثلا استخدمته المرة الأولى يجلس يمكن تقريبا شهرين إلى ثلاثة شهور، هذا إذا أنت غير مدخن. إذا أنت هيفي سموكر أو مدخن قوي أو أنك رجال شريب قهوة وشاي يوميا لا تحاول أنك تسوي، لأنك بتزيد التصبغات عندك. نعم. لأنها أنت طبعا ينصح الحين لما أسوي مثلا تبيض أقول للمريض 48 ساعة لا تقرب أي تصبغات، شاي قهوة دخان لا تقربها. طيب. ليش؟ لأنه باقي فتحات في السن، فإذا شربت راح تبقى تصبغات يبدأ تمسك من جديد. واللي يسوي تنظيف الأسنان فقط بدون تبييض، هذا إجباري أصلا. هذا أي مريض حتى لو ما عنده تسوس ولا عنده التهاب ولا شيء كل ست شهور يسوي لازم يسويها، يسوي تنظيف. طيب دكتور، ما هو الأفضل، زراعة السن أو تركيبه على جسر على السن؟ قبل كل هذا التبييض طبعا اللي ينصح فيه كم كل، يعني كل مثلا سنة ونص تسويها مرة واحدة. هو اللي بالليزر تبيض؟ أيوه. هذا كل سنة ونص المفروض أنك تسويه مرة واحدة، علشان ما تبدأ مثلا تستهلك السن تبدأ تحرقه. والسن سبحان الله العظيم فيه طبقة زي القزاز قدام انخلق فيها الإنسان، الطبقة هذه إذا أنت شربت أي شيء ومسحتها تنمسح زي السيراميك العادي، لما مثلا يجيك أول ما تشتريه بديت تغسله بالأسيد وتغسله في هذا يبدأ يخشن. السن نفس الفكرة، مع التبييض راح يخشن. سؤال منه عنده من؟ هذا كان سؤالي، أنه في الطبقة الحامية. طيب. لكن مستقبلا يبدأ يتآكل السن إذا أنت شلت هذه الطبقة؟ لا، لكن يبدأ تصبغاته. أنت إذا أنت يتآكل. شوف، إذا أنت إنسان مثلا بتسوي التبييض مثلا كل سنة ونص
وتلتزم في التعليمات مثلا انه بعد التبييض تجلسك 48 ساعة لا دخان لا قهوة لا شاي، فانت امورك في السليم، لان السن سبحان الله العظيم بعد 24 ساعة او 12 ساعة يبدأ يرجع يقفل المسامات هذه اللي هو فتحها لذا، لكنه الطبقة ممكنها راح تروح، لكن ما تروح مثلا في مرة ولا مرتين، تروح فيها أكثر. من بعض الناس أي مناسبة زواج أو مناسبة مثلا ذا راح وسوى تبييض، يكتشف أنها بعد 4 شهور التصبغات زادت الأصفرار، يروح يسوي مرة ثانية يبدأ تزيد الأذى، بعدها يروح يقول لك بسوي ابتسامة هوليود وارتاح.